الله. هنبدأ على أحداث ونعلق حضراتكم على أحداث الشوط الأول. وادي صفوان شريف رشوان وضربة حرة. أدي حضراتكم بقى الجماهير الأهلاوية واضحة قدامنا جاية بتعزر الأهلي سواء في اللقاءات الودية أو الرسمية. كلها نقلات النادي الأهلي بيحاول بقى يشوف ثغرة ومساحة يمر منها. مقطوفة من معتز صلاح. حسين غنيم على حدود المنطقة عايز يجرب ولكن مش معدولة. وجه كويس حسني يلعب لسيد معوض. سيد يطول لاحمد نبيل داخل منطقه جزاء نادي الشمس. اول كره خطار فرانسيس قطع على قريبه فرانسيس وفضل ان شاء الله نتمنى له كده يعود من اصابته. ومحمد طلعت وادي حسين جونيم على حدود منطقه جزاء نادي الشمس يلعب العرضيه وتمر من فرانسيس وتعدي اسعد الفضيل. ترجع تاني لسيد معوض في نص ملعب نادي الشمس من الطرف اليمين يلعبها على حدود المنطقه لاحمد نبيل. حلو يا ابني والله الفكره حلوه على اسلام محارب على حدود منطقه جزاء الشمس. اسلام يسدد ترجع من الحائط لسيد معوض واول فرصه سيد والله على مرمى عادل عبد المنعم. لا حلوه عند وليد حسن على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي من الطرف اليمين. لسه الكره مع وليد اول عرضيه وسيد معوض على طول قبل احمد رزق. اسلام محارب يلعب لاحمد نبيل ترجع لمحارب تاني النبيل وقف نبيل وعايز يعدي غير اتجاهاته كويس. نبيل حلوه يا ابني ايه مش حد يقول لي حلوه ازاي الكره طبعا. اللقطات اللي بنشوفها مع حضراتكم وكل بقى اللي بنتابعه مع مخرجنا الجميل الدكروري في ملعب النادي الاهلي. ادي بقى اللقطات قدامنا ليه حسين غنيم عامل شغل كويس والله الناشئ ده من اللقاء الماضي ايضا ما دي مستر مانويل بيدفع بيه مع انطلاقه هذا اللقاء. هي الناشئين يا جماعه زي ما كنت بقول لحضراتكم روح الفانيلا نرجع ليها مره ثانيه بقى ابن النادي زي ما اتعودنا على النغمه دي اللي اختفت من ملاعبنا بقى لها اكتر من كده. يبدا يسحب فرقه الشمس عشان يفتح ثغرات كده اكتر. سمير يلعب واحده طويله لفرانسيس داخل المنطقه يا راجل وفرملة من حلمي احمد وتدخل على طول وفي النهايه ضربه حره مصطفى. بقول لحضراتكم عليه بجواري تمام الراجل يمكن بيصور لقاءات زيه زينا تمام ولكن بقى ليه عشان يشوف التحيه دي. بصوا حضراتكم مين بقى الحاضر الجديد وليس ابن النادي طبعا وليس الجديد على النادي وعماد متعب بيقعد مره ثانيه. حد يقول لي بقى ابو شعر ابيض ده يمكن شكله زي ابو كوني ولكن ده باتريك النيجيري اللي يمكن النهارده تجربته الوديه حظ مع النادي الاهلي. ادي متعب بيحيي طبعا يا جماعه النجم نجم كده تبقى ضربه حره غير مباشره تسلل. سمير يسلم لاحمد نبيل حلوه لحسين غنيم ولكن هاني جمال يطلع على طول وعلى مرتين. استلام من شهاب تتلعب على طول بعرض الملعب حلو عند حسين غنيم. استلام كويس من حسين داخل المنطقه يلعب العرضيه. اسلام محارب لاسامه حسني يا اسامه بالخبره بيرجع بالمهاره بيحط على طول. شوفوا حضراتكم ولكن حسين غنيم استلام كويس جدا من حسين غنيم في الهدف واسامه راح لمين لجماهير الاهلي اللي سعيده بيه قدامنا. هيجي بقى على مستر مانويل هيجي على مين اسامه حسني مش عارفين اهو بيسلم على احمد نميل في اللعبه اللي فاتت جمله جميله وهنا اسامه حسني. بصوا حضراتكم بقى في الهدف في الاعاده اتلعبت العرضيه الاستلام بتريحه احلى من حسين غنيم لاحمد نبيل اللي حطها لاسامه على طول بوش رجله الخارجي عشان يضعها على شمال هاني جمال. يبقى الدقيقه 41 بتشهد اول اهداف المرمى على طول على حدود المنطقه لاحمد عبد الله. حلوه من احمد عبد الله لوليد حسن استلام احلى من وليد عايز يعدي وليد وحسين غنيم. حسين وليد يرجع وليد ويلعب العرضيه حلوه الناحيه الثانيه عند هشام علي لسه داخل المنطقه احمد ريز لا ثالث كوره ولا رابع كوره على احمد عادل. اسلام محارب يلعب على طول داخل المنطقه هاني جمال بالبوكس يشيل سيد معوض هنا على مره واحده يا سيد على مره واحده مفيش لسه استلام لسه هاني شكلها هتكون اخر لعبه ولا ايه. وبالفعل في هذه اللحظات يطلق شريف رشوان صفاره نهايه الشوط الاول بالتعادل ايجابي 1-1 ما بين النادي الاهلي ونادي الشمس. وينه والله يعني مجموعه كبيره بنشوفها انطلقت الشوط الثاني وضربه البدايه مع نادي الشمس. شكرا سمير على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي. سمير لسعيود الجزائري امير سعيود موهبه والله بس لسه بقول لحضراتكم ما فرضش نفسه على تشكيله النادي الاهلي. انطلاقه علاء شعبان يرجع بيها تاني مقرب له امير سعيود استلام من امير لسه امير مع الكوره معدي امير وماشي امير دخل منطقه جزاء نادي الشمس وبمهاره عدى من واحد واثنين وثلاثه عايز يلعب لباتريك ولكن على طول مخطوفه من دفاع احمد السيد من اينو
يفتح على طول لايمن اشرف، عدى ايمن اشرف احلى من فتحي عبد المنعم، ماشي ايمن، يفتح تاني لاحمد السيد على حدود المنطقه، احمد يلعب العرضيه وكان فيها كده، خدعه طويله عند عماد متعب، استلام من عماد، اول لمسه يلعب على طول احمد نبيل، ادي العرضيه، فين باتريك بقى؟ باتريك واقف على الارضيه البعيده، ترجع تاني سوسته، يرجع بيها لاحمد عبد الله داخل منطقه الجزاء، تشيت على طول من دفاعات نادي الشمس، توصل عند سعيود، سعيود عماد متعب، يا سلام يا عماد يا متعب، بلمسه يعدي يحطها داخل المنطقه، ما توصلش لباتريك وتشتيت، ولكن يرى احمد علي دخلوا على بعض هو امير زكريا اللي جابها، امير سعيود تاني النادي الاهلي يلعبها حلوه، سعيود في اتجاه متعب ولكن استمر اي خط ظهر امير زكريا ده، ولكن بالخبره بقى بخبره السنين شيخ عبد الفضيل على طول يمر ويعدي، يلعب لباتريك، باتريك واستلم كويس، باتريك سريع والله، باتريك النيجيري يلعب العرضيه داخل المنطقه المتعب، يا سلام على الاستلام، يرجع لي على طول لاحمد نبيل يشوط ولكن دفاعات الشمس اتشتت، واحده طويله امير زكريا واحمد السيد، خدها خدها والله المره دي احمد السيد، يرجع بيها براسيه في اتجاه شريف عبد الفضيل، يبقى كده احمد شكري بدل من شريف عبد الفضيل، وائل ابو سريع على التنفيذ على حدود المنطقه يلعبها حلوه، تخبط على طول في ايد احمد عبد المنعم وقائم ولا خارج الملعب، يلعب لشكري لايمن تاني، لازم افتح بقى وابص الملعب فين، هنا اهو يلعب لباتريك على حدود المنطقه لاحمد شكري، هي دي اللي بتكلم عليه اللمسه واللعبه، المتعب بص حضراتكم بالخبره متعب على طول، هات وخد عشان يوصل شكري للمرمى، وسعد الدين سمير وكريم مؤمن الحارس البديل وابو سعود لسه تجربه كبيره جدا بره، احمد علي دخل المنطقه، احمد علي يا سلام يا احمد يا عادل، يا سلام يا احمد يا عادل، والله من عندنا كده باين ان هي جت بطراطيف صابعه في العدد بان اكتر، انطلاقات اسامه ولحد دلوقتي مع عماد اهو، بس اسامه بالخبره هرب كده في كوره جاب هدف، حلوه التسديده من نص الملعب، ياي محمد رزق سدد، وهنا احمد عادل خرج مين مغطي بقى المرمى، ولكن احمد عادل على طول لخارج الملعب وتماس لمصلحه القاهره، يعني تجربه وديه للفرقتين مفيده، اينو داخل المنطقه، احمد يحيى يلا يا باتريك، يلا يا باتريك، يلا يا باتريك، يا باتريك يا نيجيري، هو مش طبعا الجول. تأهين نفسي اكتر منه كمان بدني للاعب اللي بيجي يلعب مع النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي، احد مثلث اضلاع الشهره او مثلث الشهره في الكره المصريه، ايمن يطول لاحمد شكري، شكري عدى كويس، هي دي اللي انا مستنيها منك، لكن يا سلام يا احمد يا عبد الله لسمير، سمير يطول على طول لشكري اللي بدا ياخد الناحيه ايه الشمال في نص ملعب الشمس، العرضيه مش مركز، مش مركز شكري، مستعجل يلعب العرضيه داخل المنطقه، يمكن ما قلناش اسم متعب بقى لنا اكتر من خمس ست دقائق، توصل الكره على طول، نزل مره تانية سعيود، محمد سمير بيجرب لاحمد يحيى، يا والله فكره كويسه من ما فيهاش حاجه ومكمل اللعب، مخطوف على طول لاحمد نبيل، نبيل يبدا كره طوليه عند الشكري، هيلحق شكري، يلحق اما تطلع لحدود منطقه جزاء الشمس من الطرف اليمين، شكري عدى كويس من فتحي، يبص بقى يا شكري لعبه حلوه حلوه حلوه، يطلع احمد يحيى وتقع من ايده، ضغط اهلاوي لاحمد نبيل، يفتح على طول في اليمين عند علاء شعبان، علاء عرضيه من غير ما يبص، ترجع تاني من دفاعات الشمس، متعب يسيبها لايمن اشرف، ايمن يلعب العرضيه داخل المنطقه، باتريك سابق الكوره تعدي من فوق دماغه وتمر وتعدي، وادي محمد شوقي غريب، كان برضه في انذار لاحمد عبد الله، يعني اكتر من انذار، ادي الكوره ماشيه وهجمه اهلاويه على حدود منطقه جزاء الشمس من الطرف اليمين، ايمن اشرف يحطها حلوه لشكري، عاد لنفسه على شماله شكري، لسه مع شكري الكوره، عايز يعدي دخل في الزحمه، على طول مخطوفه من احمد علي، يفتح لفتحي عبد المنعم، فرمله من شكري يجيبها تاني، يلا يا شكري، بيطول فيها شكري ما فيهاش وقت كده، الكور دي التجربه هي المفيده لمانويل جوزيه والجهاز الفني وايضا كابتن ماهر حمزه المدير الفني للشمس، عرضيه يطلع احمد يحيى ويمسك كل الكوره، كل فريق الشمس بيرجع نص ملعبه، طلعت لاحمد شكري، انطلاقه من شكري حلوه التسديده ولكن تروح سهله في ايد احمد مانويل جوزيه، اينو هجمه اهلاويه، يلا اينو هنا مستعجل يلعب لسعيود، سعيود على حدود المنطقه مع احمد عبد الله، ضم كويس سعيود، رجع تاني اتاخر 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 سعيود، هي من اول لما ترجع على حدود المنطقه لتونسي، بدانا في اول دقيقه من الوقت المحتسب بدل من الضائع، الدقيقة 91 ودي سعيود تسديدة تمر وتروح على طول في ايد احمد من الشوط الاول، واحمد رزق في الدقيقة 43 ايضا من نفس احداث هذا الشوط الاول، محمد سمير وفي هذه اللحظات يوني شريف رشوان احداث الشوط الثاني من لقاء الود اللي جمع ما بين النادي الاهلي ونادي الشمس بالتعادل الايجابي 1-1.